موقف أمريكي مرتبك يسعى إلى التوازن بشأن رد الفعل على العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح. هذا التردد عكسته وثيقة بعثتها وزارة الخارجية الأمريكية للكونغرس بشأن استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في قطاع غزة. الوثيقة تقول إن استخدام تل أبيب لهذه الأسلحة ربما ينتهك القانون الدولي، لكنها عادت لتوضح أن واشنطن لم تتمكن من التحقق من حالات محددة ووضع تقييم نهائي. أضافت أن اعتماد تل أبيب على الأسلحة الأمريكية يجعل من المعقول تقييم أنها استخدمتها في حالات لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. اعترفت الخارجية أن تل أبيب لم تطلع واشنطن على المعلومات الكاملة للتحقق من استخدام الأسلحة في أعمال يزعم أنها انتهاكات. لاقت المذكرة صدى في الولايات المتحدة. وسائل إعلام قالت إنها تمثل لحظة صارخة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لكونها تنتقد بشدة الخسائر في غزة. أما السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين فوصف مضمونها بأنه يناقض نفسه، قائلا إن الإدارة الأمريكية تتجنبت كل الأسئلة الصعبة وابتعدت عن النظر عن كثب إن كان سلوك إسرائيل يتطلب قطع المساعدات العسكرية. عن التصعيد الميداني، ما زالت واشنطن تأمل التوصل لاتفاق، فالبيت الأبيض قال إن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح لا توصف حتى الآن بأنها كبيرة. وأوضح منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي جون كيربي أن التوصل إلى اتفاق هدنة وسد الفجوات المتبقية لا يزال ممكنا على الرغم من انتهاء أحدث جولات المحادثات.